بتوبتني. اما محمد بتولي الشعراوي يسجد يبقى خلاص بقى عليه العوض، محدش هينجح السنه كلها. قر يا زغلول قر يا اخوي، انت بينفع فيك قر ولا بينفع فيك غيره؟ طب احنا بقى لنا رابع سنه على الحال ده، وكل سنه انت برضو اللي بتطلع الاول. والحكايه دي مزعلاك جوه يا زغلول؟ ايه ده لي بس بضحك معاك دعابه يا محمد. انا اسمي هنا في البلد امين، لما نروح الزجازيج ابقى قول لي يا محمد. نجدد التحية، وهذا فيديو جديد نوثق فيه الساقية. الساقية هي آلة يتم بها ري الأرض، بس هذه الساقية كبيرة وتدار بالجرار الزراعي، ويقال عنها الساقية موشين، أو كما يقال أحيانا الزوافة. هذا المنظر الطبيعي الرائع، هذه المياه الناتجة من الساقية. نوثق هذه اللحظات الطبيعية ونتذكر الريف زمان، نتحدث اليوم 19 مارس 2022. كانت الساقية زمان تدار بالأبقار أو الجاموس أو أي حيوانات مزرعية، أما الآن فهي تدار بالآلة وهو الجرار الزراعي.